ثم عبادة حرمت، عبادة عذبت، تشوهت سمعتها وتنفل. ثم عباد ماتت ضحات مرضاتش بالظلم وبالقهر، ناس ظلمت من غير سبب، قالت كلمتها وقتلني الناس الكل سكتت. لين جاء نهار اللي الشعب الكل تكلم وخرج عرض صدره للكرتوش وقال يزي من الظلم. اليوم كي طاحت الأسوار جاء الوقت باش نعاودو نبنيو على قاعدة صحيحة، نبنيو مستقبل بلادنا لولادنا من غير ظلم ولا استبداد. برشا بلدان عاشت اللي عشناه، تحررت وعاودت وقفت على ساقيها وعرفت كيفاش تستفاد من العدالة الانتقالية باش تقطع مع ماضيها. شنية العدالة الانتقالية ومنش متكونة؟ شفتك الدوسيات كلها انتهاكات وتجاوزات، ننفضوا عليها الغبرة والناس الكل تعرف الحقيقة، دوسيات فيها عبادة تورطوا وتجاوزوا القانون، لازمهم يتحاسبوا ويخلصوا والعدالة تقول فيهم كلمتها، حد ما يمنع بعملته أما من غير انتقام ولا تشفي. باهي الظلم يتحاسب، والمظلوم؟ العباد اللي ظلمت وعانات يلزمنا نرجع لها اعتبارها ونحفظوا لها كرامتها ونعطيوها حقها، فماش ما ترتاح شوية من اللي عاناته وخسرته أيام القمع والاستبداد. باهي شكون يضمن اللي تعدى الكل ما يتعاودش؟ ما هو نصلحوا مؤسساتنا، نحاربوا الظلم، نرجعوا ثقة المواطن في مؤسسات دولته اللي تولي تحترم القانون وحقوق الإنسان، هكاك الناس الكل النجم نحلوا صفحة جديدة من غير لا كره لا حقد، ونحاولوا نفهموا الماضي ونتصالحوا معاه ونستخلصوا منه العبر باش ولادنا ما يعيشوش اللي عشناه، وتكون عدالة انتقالية بقلوب صافية.